لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية وحتى الأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين بعد هذا الفاصل. في موقع الهيئة نت، التحالف الدولي يعترف بمقتل 28 مدنيا إضافيا في العراق وسوريا. في صحيفة المدى، 4 خطط لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات عبر التصويت المشروط والبطاقات الإلكترونية. في موقع كتابات، واشنطن تدعو للتحقيق في حملات التشهير بالمرشحات العراقيات. في موقع الجزيرة نت، ترامب: قد أتوجه للقدس لافتتاح سفارتنا. في صحيفة العربي الجديد، وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يناقشون الأزمة السورية في موسكو. في القدس العربي، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يصف نيكي هيلي بالسفيرة الكاذبة. وفي صحيفة الحياة، تحرك أمريكي تركي في منبج السورية. السلام عليكم. فواصل قومية ودينية ومذهبية وعرقية ومناطقية وعشائرية وطبقية وجهوية وفرت للأحزاب المتنفذة قدرة الاحتيال والنصب واللعب في مساحة من الأمية تغطي بكارثتها نصف الشعب العراقي، وربما يعادل نسبة الفقر والبطالة وتراجع الخدمات الإنسانية والصحية وتدني الإنتاج الزراعي والصناعي إلى نسب صادمة، ولكن الآن يحاول الساسة أن يتبرأوا من الطائفية والطائفيين بحسب ما يرى الكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. إلقاء اللوم على نظام المحاصصة الطائفية ربما فيه وجهة نظر إن كان صادراً من شخص تورط بإرادته لأسباب نفاق سلطة سياسية من أجل الإثراء أو الاحتماء، لكن كيف نفسر هذا اللوم من زعيم حزب الدعوة بما عرف عنه من هوس طائفي أدى إلى انتقام استهدف الملايين من العراقيين تحت لافتة عقد تاريخية نشط على تنفيذها دعاة المشروع الإيراني؟ 15 سنة من الاحتلال الطائفي لم تكن كافية لتشفي بعض غل العملاء تجاه شعب العراق الذي دحر العدوان في حرب الثمان سنوات الدامية، رغم أن مظاهر الغل ما زالت سارية بأثارها كالأوبئة المستوطنة في حياة العراقيين بسعيها مثلا إلى تحجيم نصب الشهيد في بغداد أو إزالته من الوجود. انقلاب الطائفيين على الطائفية اعتراف صريح ودليل اتهام وخيانة لفترة حكم حدروا خلالها بالعراق إلى أسوأ بلدان العالم في استطلاعات مستوى العيش والأمن والخدمات. انقلابهم محاولة استباقية لاستقراء تبعات قانونية ودولية محتملة لن تلغى بالتقادم، إضافة إلى مقاصدهم الانتخابية. ويضيف الكاتب: هناك أيضا من يرمي عباءة الدين والمذهب والطائفة ليكتشف فجأة مناقبه المدنية في صناعة نظم سياسية ربما أبشع من النظام الديمقراطي لحكومات الاحتلال الذي لا يغادر عمليا المعنى الحرفي لنظام الدكتاتورية الطائفية. نعم، هي حمى غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات، فما عادت الشعارات والمبادئ والقيم بما فيها الدينية لها أي اعتبار في التأثير على الشارع العراقي، حيث أن الصراع التنافسي لا يقوم على برامج محددة ولا يستهدف إقناع الناخب باعتماد الطرق والأساليب التقليدية كما كانت سابقا، بحسب الكاتب كاظم عوفي في موقع كتابات. إنه العراق بلد العجائب، فلا أحد يصدق في أي دولة تعيش وضعاً انتخابياً مشابهاً لما يجري في هذا البلد، لأن ما يمارس فيه يفوق التصور، لأن نشاط القوائم لا يحدد بوازع من الشفافية أو القانونية، بما فيها قانون الشفافية الذي رعته الأمم المتحدة، قد ولد عاجزاً ومشوهاً ومشلولاً.
في ظل سعار التضليل القائم على التشهير بالآخر والتسقيط وتمزيق اللافتات التي صرف عليها مئات الألوف والملايين من العملات الصعبة. والأعظم من ذلك أن ملايين الدولارات تتناثر في حجز أماكن على سطوح المنازل، حيث بلغ سعر إيجار سطح بناية واحدة للافتة بلغ نصف مليون. وفي إحدى المحافظات وضعت قائمة معينة لافتة طولها 100 متر، هذا جزء من صور اعتماد الاستغلال السياسي، ناهيك عن تسخير واستخدام الصحف الممولة ومحطات التلفزة المستأجرة والمملوكة. أحد النواب الذي يفاخر بقوله كل نواب البرلمان فاسدون ومرتشون قد رشح مرة أخرى، ويضيف الكاتب: تعالوا لننطق بالحقيقة ونتفاهم يا سادتنا بكل أطيافكم في هذه الحكومة الموقرة، هل أنتم جادون باجتثاث الفساد؟ وهل تريدون أن نصدقكم بعد كل فسادكم طوال 15 عاماً؟ جاء الانشقاق الجديد في حزب الدعوة الإسلامية قبيل انتخابات 2018 تتويجاً لظاهرة أفول الحزب بالمعنى المتعارف عليه وتراجع دوره في الحياة السياسية لصالح تنظيمات وتجمعات وكيانات أخرى، بل يمكن وصف الخطوة بأنها مسمار جديد يدق في نعش الأحزاب التقليدية في العراق، بحسب الكاتب ناجح العبيدي في مقال بصحيفة المدى العراقية. لا تقتصر هذه الظاهرة على حزب الدعوة أو الإسلام السياسي فقط، وإنما شملت جميع التيارات والتكتلات دون استثناء، التي شهدت اصطفافات جديدة وعمليات انشطار وتفكك وتقارب وعمليات انتقال للأحزاب والمرشحين. ويرتبط ذلك أيضا بحالة التبعثر والتشتت التي يعاني منها المشهد السياسي، حيث يشارك في الانتخابات الحالية أكثر من 200 حزب، التي فضل أغلبها الانخراط في اتحاد أوسع يمكن تسميته بالحزب الأم. ولا يعد هذا التعدد مؤشرا على حيوية الحياة الديمقراطية وتنوع فرص الاختيار أمام الناخب بالدرجة الأولى، وإنما يشير إلى تفاقم ظاهرة التشظي السكاني والاجتماعي والديني والمذهبي للمجتمع العراقي. يمكن القول عموما أن الانتماء الطبقي لم يلعب دورا حاسما في تأسيس وتطور الأحزاب في العراق، حيث يصعب الحديث عن أحزاب فلاحية أو عمالية برجوازية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ويعود ذلك إلى أن الظروف التاريخية الملموسة في المجتمع العراقي لم تسمح للطبقات بالمعنى الماركسي بالتحول من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها، أي أن تتبلور ككيان اجتماعي مستقر وواع سياسيا لدوره ومصالحه. كانت فترة السنوات الخمس عشرة الماضية كافية لظهور أحزاب من طراز جديد ليس بالمعنى اللينيني، عندما وجدت الأحزاب العقائدية نفسها مضطرة للتأقلم مع الظروف الجديدة من خلال الانخراط في تجمعات أكبر تتحكم فيها غالبا المصالح والمزايا بمعناها المادي والمثالي. وفيما يصعب التنبؤ بنتائج انتخابات 2018، يبدو أنها ستشكل خطوة أخرى على طريق فرز اصطفافات تضم وجوها جديدة ولكنها قديمة من حيث الجوهر. أكد مسؤول في وزارة التخطيط العراقية لصحيفة العربية الجديد أن المسح الذي أنجزته الوزارة هذا الشهر عن أضرار المناطق والمحافظات يعد الأدق الذي يرسم الصورة النهائية للخراب الحاصل والخسائر المترتبة عليه، كونه أعد ميدانيا بمشاركة خبراء وليس بتخمين مكتبي. ورجح أن يحتاج العراق إلى أكثر من 25 عاما لإعادة إعمار ما تم تدميره. وحمل المسؤول في الوزارة رئيس الوزراء السابق نور المالكي مسؤولية الخراب الحالي بفعل سياسته الطائفية بين العرب السنة والشيعة وضياع مبالغ طائلة من أموال العراق خلال 8 سنوات قضاها في الحكم. النائب في البرلمان العراقي محاسن السعدون أوضحت للعربية الجديد أن مؤتمر الكويت لم ينجح مع الأسف بسبب دخول طلبات إعمار من مناطق غير متضررة ولم يدخل داعش إليها تحت عنوان إعمار المناطق المحررة والمحررة.
المسح الجديد لوزارة التخطيط أظهر أرقاماً جديدة لقطاعات البنى التحتية المدمرة شمل 7 محافظات وسط وشمال العراق وغربه، فيما أكد مسؤول في الوزارة أن المسح جاء ضمن متطلبات لجنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة أرادت قاعدة بيانات علمية ودقيقة حول الخسائر وأبرز القطاعات المتضررة بغية تحديد الأكثر ضرورة منها لحياة المواطنين في تلك المدن ومخاطبة الجهات المانحة والمنظمات الدولية الأخرى بشأنها. المسح الذي أنجزته الوزارة مطلع الشهر الجاري شمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار وبابل إضافة إلى بغداد، أي المحافظات والمناطق التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية للجيش العراقي والتحالف الدولي. رئيس الوزراء السابق نور المالكي هو من يتحمل مسؤولية الخراب الحالي بفعل سياسته الطائفية بين العرب السنة والشيعة وضياع مبالغ طائلة من أموال العراق خلال 8 سنوات قضاها في الحكم بحسب التقرير. معركة الأحزاب السياسية التركية هي الأساس في خوض الانتخابات المبكرة البرلمانية والرئاسية أيضا، لأن الدستور التركي يشترط على مرشح الرئاسة أن يضمن تأييد 20 نائبا في البرلمان التركي، وهذا ما دفع حزب الشعب الجمهوري إلى دفع 15 نائبا من حزبه للانضمام إلى حزب الصالح لكي يضمن إمكانية ترشح رئيسة الحزب ميرال أكشينز وزيرة الداخلية السابقة والمنشقة عن حزب الحركة القومية منذ سنوات التي أسست حزبها الصالح العام الماضي، وقد أعلنت أكشينز عن موقفها بسعيها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية التركية في الانتخابات المقبلة قبل أيام، بحسب الكاتب محمد زاهد جول في مقال له عن الانتخابات التركية المبكرة في صحيفة القدس العربية. هذا الموقف من داود أوغلو يعطي انطباعا أوليا ومهما عن حركة التنافس الحزبي على الانتخابات المبكرة، وربما يشير إلى فشل قادة أحزاب المعارضة التركية على جذب شخصيات لامعة من قادة حزب العدالة والتنمية السابقين إلى صفوف المعارضة، وهي مهمة تعول عليها أحزاب المعارضة كثيرا بهدف سياسي انتخابي، وهو شق صف حزب العدالة والتنمية من وجهة نظر حزبية وانتخابية وسياسية. لذلك تأتي تصريحات كبار رجال حزب العدالة والتنمية التاريخيين لتقطع على المعارضة هذا الطريق الخطير، ومنها تصريح بولنت إيرنج أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية عام 2001 ورئيس البرلمان التركي سابقا أنه لن يشارك في الانتخابات ضد حزب العدالة والتنمية، وبأنه يدعم ترشح طيب أردوغان، وأنه لن يكون في صف معارض يعمل ضد حزب العدالة والتنمية. هذه المؤشرات ربما تكون عاملاً مؤثراً على ضرورة بحث المعارضة التركية عن شخصية أخرى غير عبدالله جل، لأن هدف المعارضة بمحاولة ترشح عبدالله جل محفوف بالمخاطر، وقد لا يختلف في نتائجه عن نتائج انتخابات 10 أغسطس عام 2014. ربما تكون معركة المعارضة الانتخابية هي على المقاعد البرلمانية أكثر منها على كرسي الرئاسة بهدف صناعة معارضة برلمانية كبيرة ضد سياسات الرئيس أردوغان الداخلية والخارجية، وهذا لا يمنع أن يجمع بعض الأحزاب اليمينية مثل حزب الصالح والسعادة والطريق القويم وحزب الوطن الأم على مرشح واحد، ويجتمع حزب الشعب الجمهوري مع الشعوب الديمقراطي مع اليسار الديمقراطي وأحزاب مشابهة على مرشح واحد أيضا، ولكن حظوظها في الفوز بكرسي رئاسة الجمهورية سيكون ضعيفا، ولعل عدم استعداد عبدالله جول للعب دور مرشح المعارضة قد شتتت جهود المعارضة على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. تسود في أوساط وتيارات سياسية من قوى يسارية أو علمانية وليبرالية مراهنات على الدور الأمريكي في إنقاذ مجتمعاتنا العربية من تسلط أنظمة الاستبداد. ينبع هذا التصور من عجز الشعوب العربية عن إنجاز التغيير وإقامة أنظمة ديمقراطية نتيجة القمع الدموي الذي تمارسه هذه الأنظمة وإبادتها لقوى المعارضة والتغيير بالقتل أو النفي أو السجن، ما جعل شعوبها في حال من الاستسلام لليأس.
بحيث لا ترى خلاصا إلا بتدخل الخارج وإسقاط هذه الأنظمة، هل حقا أدى الاستنجاد بالخارج وخصوصا الأمريكي منه إلى تحقيق هذا الخلاص المنشود؟ هكذا يتساءل الكاتب خالد غزال في مقال بصحيفة الحياة اللندنية عن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط. لا يخالج أحدا الشك أن الدور الأمريكي سواء أكان جمهوريا أم ديمقراطيا هو دور معاد للشعب الفلسطيني ومنحاز بالكامل إلى العدو الصهيوني. ساهم الأمريكيون في قتل الشعب الفلسطيني من خلال الوقوف إلى جانب إسرائيل وتسليحها وتبني خطابها السياسي، حتى بدت الدولة العبرية كإحدى ولايات أمريكا المتميزة عطلت كل مشاريع التسوية السياسية ومنعت إعطاء الفلسطينيين حق إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران يونيو عام 67 و900 وألف، وتوجهت سياستها أخيراً بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية. في العراق تبدو الفاجعة الأمريكية كبيرة بما لا يقاس. انتظرت القوى المناهضة للنظام مجيء الجيش الأمريكي لإسقاط النظام وإقامة حكم جديد يلبي طموح الشعب العراقي. فعلا أتى هذا المنقذ في نيسان أبريل عام 2003 فأسقط النظام وسط تهليل القوى السياسية المصنفة نفسها ديمقراطية ويسارية، لكن المنقذ الأمريكي كانت له خطته الخاصة، فهو لم يأتي لإقامة نظام ديمقراطي بل أتى لتدمير العراق دولة ومجتمعا وجيشا ونهب ثرواته النفطية والمعدنية، ولو أدى كل ذلك إلى إشاعة الفوضى واندلاع حروب أهلية بين مكونات البلد. العقل الأمريكي لا يعمل استناداً إلى الولاء له أو الخصومة، هو يعمل وفقاً لمصالحه الاستراتيجية على حساب الجميع. قامت الخطة الأمريكية على الإبقاء على النظام السوري ورئيسه بوصفه القادر على إدارة حرب أهلية مديدة تدمر البلاد وتنهي موقع سوريا الوطني في مواجهة إسرائيل، في حال أتى نظام آخر ساهمت الولايات المتحدة أسوة بالنظام السوري ودول إقليمية في إنتاج حركات الإرهاب ووظفتها في ضرب الانتفاضة، فحرمت سوريا من إمكانية إقامة نظام ديمقراطي، وها هي اليوم تشهد على تمزق نسيجها الاجتماعي وتدمير جيشها. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. تدشين نصب تذكاري تكريما لسود ضحايا العنف العنصري والعبودية في الولايات المتحدة يرمي إلى الحث على التفكير في تاريخ التمييز العنصري بأمريكا. ورفع في جنوب الولايات المتحدة نصب تذكاري ومتحف مصاحب له تكريما للآلاف من السود الذين قضوا في أعمال عنف بين القرنين 19 و20، لا سيما في الجنوب حيث كانت العبودية والتمييز مهيمنين على حياة الأمريكيين السود. ويرمي هذا النصب الذي دشن الخميس إلى الحث على التفكير في تاريخ التمييز العنصري في الولايات المتحدة والذي ما زال يلقي بظلاله حتى اليوم على المجتمع الأمريكي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.